تعالوا بسألكم، مشتاقين للمدارس؟ مشتاقين لتأكلوا أطفالكم؟ مشتاقين لقومة الصباح أو لا؟ طبعاً متوفر عندنا أكثر من 10 أقسام للمكتبية، جميع ما يحتاجه طفلك أو طفلتك أو المعلمين والمعلمات عامة. حتاخذوا المغلف أو الكرتون أو القطعة ب5.75 ريال. هلنا طبعاً هذا القسم كامل متكامل لورق A4 سواء الملونة أو الأبيض، طبعاً تختلف البراندات. وحتاخذوا المغلف 150 حبة أو 100 حبة ب5.75 ريال. هلنا أيضاً دفاتر المذكرات وصلتنا، وأيضاً ورق الملاحظات، جميع ما تحتاجه حرفية متوفر وبسعر رهيب. حابة تجددي مكتب طفلك أو طفلتك، أو حابة تجددي الدواليب، حابين تاخذوا التغليف أو التجليد اللاصق، وفرنا لكم بأكثر من 10 أصناف ما بين المشجرة والموردة وما بين الألوان الفسفورية الفاتحة والغامقة وحتى الألوان البيضة والشفافة. حتاخذوا المغلف ما بين 3 رولات إلى الرول ب5.75 ريال. هلا بس، وراجعين بإذن الله للجد والنشاط ولموسم المدارس. وفرنا لكم أكثر من 10 أقسام لكل ما تحتاجوه لمدارس أطفالكم أو لكل ما تحتاجوه أنتم، أقلام الصبورة أو أقلام الخف أو أقلام الفلستر، حتى طباشير وفرنا لكم، وطامس الحبر والأقلام عامة، أقلام الرصاص، أقلام الحبر، الأقلام الجافة. حتاخذوا كل مغلف ب5.75 ريال. هلا لا، شوفوا معايا ما شاء الله تبارك الله، هذا عنا القسم كامل متكامل للأقلام عامة. ورجعنا للجد والنشاط، رجعنا لموسم المدارس وتجهيزات المدارس. وفرنا لكم كوليكشن واسع لكل ما يخص المدرسة، سواء التعليمية، سواء الدفاتر، الأقلام، المصافر، وأيضا الألوان المائية والخشبية واللي بتحتاجوها. خلوني أوريكم بس نبدأ بسيطة في الأدوات المكتبية اللي واصلنا، لوحات كامبوس مرسومة جاهزة مزودة بألوان مائية وفرشة في المقاس المتوسط أو الصغير. حتاخذوا القطعة ب5.75 ريال. هلا لا، خلوا أطفالكم يتسلوا وبعدين باعوها لهم على التسريحة أو على الرف كتحفيز لهم. وهنا عندنا الكوليكشن الآخر للرسمات الجاهزة، ما على طفلك بس إلا يلونها بالألوان اللامعة والجليتر. حتاخذوا القطعة ب5.75 ريال. هلا لا بس، جدا جميلة، بتعلم طفلك على الدقة أكثر وعلى كيفية التلوين، وأيضا بتعلمه على الصبر. ومن ضمن التجهيزات للمدرسة أو من الكوليكشن الجديد اللي وصلنا لقسم المكتبية، الأرضيات الفلين المضغوطة، حتجيكم مربعات بالشكل هذا بتركبوها، والجميل فيها إنه فيها أرقام أو حروف إنجليزية لتعليم الطفل وفي نفس الوقت لحمايته. حتاخذوا المغلف، حيجيكم في 6 حبات ب5.75 ريال.